إذن مشاهدينا، محاربة الفساد في الحكومة الحالية أولوية وطنية لم تكن وعودا فحسب، بل نفذت على أرض الواقع بحذافيرها، وهي تقطف أولى ثمارها بعد أن كشفت خيوط التلاعب بالتأمينات الضريبية للشركات النفطية بصورة هوليودية، وحققت منجزات حيوية بمدة قياسية. وفي ملفنا الثاني مشاهدينا، تغيير المحافظين، الإشكالية القديمة والجديدة ومثار الجدل بين الفينة والأخرى تعتلي منصة الحرب الباردة. فرغم التغييرات الأخيرة التي طالت مناصب المحافظين، لكنها اقتصرت على تكييف وضعهم القانوني بعد أن نصب بعضهم في زمن حكومة مقيدة الصلاحيات. إذن مشاهدينا، ومع استرداد الحكومة الحالية جزءا من الأمانات الضريبية وتحديد قائمة المتورطين في مدة زمنية دون تسويف ومماطلة، فأن أنظار الشارع ترنو إلى المزيد من الخطوات النوعية والاستراتيجية، والمزيد مع الزميل علي حبيب. أكوام من المبالغ المالية، دولار وعملة عراقية إلى جانبي رئيس الوزراء، هي الحالة الفريدة من نوعها بعد إعلان الحكومة عن نجاح اللجنة التحقيقية في استرداد الوجبة الأولى والبالغة 182 مليار دينار من أصل 2.5 مليار دولار تم سرقتها من الأمانات الضريبية مصروفا منها أكثر من 3 تريليونات، فضلا عن تأشيرها للجهات المقصرة والمتورطة بهذا الملف. تم تأشير المخالفات بخصوصها والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على هذه الأموال. هناك من ساهم وساعد شركات وأسماء ساعدهم في الاستيلاء على هذه الأموال. نجاح الحكومة التي لم يمضي على منحها ثقة سوى شهر واحد في أول اختبار كشف الفساد واسترداد الأموال المسروقة بعث برسائل إضافية مطمئنة للشارع، إلى جانب جملة الإجراءات والقرارات والمتابعات الميدانية. فحكومة السودان دشنت شهرها الأول وحددت مراكز الخلل واختصرت المسافات ونفذت التعهدات. أعتقد هذه الخطوات هي صائبة، والسيد السودان هو يسير بخطى واثقة مع وجود دعم كامل من قبل الإطار وباقي الكتل السياسية. استكمال مهمة استرجاع الأموال المهربة من صفقة الأمانات الضريبية يحتاج إلى تعاون وخط موازن في العلاقات الدبلوماسية مع العالم الخارجي، وهذا ما حددته الحكومة الحالية التي اشترطت أن معيار العلاقة بين العراق وحكومات الدول الأخرى سيكون على ضوء الاستجابة والتعاون في استرداد المدانين والأموال المهربة. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة مباشرة. عضو لجنة النزاهة النيابية السيد النائب هادي السلام ينضم لنا مباشرة من النجف الأشرف. أهلا بكم سيد هادي، وكذلك ترحيب بعضو مجلس مكافحة الفساد الأسبق السيد سعيد ياسين. أهلا بكم سيد سعيد، وأيضا الترحيب برئيس مركز الكتاب السيد واثق الجابري. أهلا بكم سيد واثق. نبدأ معكم سيادة النائب. النائب الأول لرئيس البرلمان أكد أن جهود البرلمان ساهمت بنجاح الحكومة باسترداد جزء من المبلغ المسروق اللي هو 180 أو 182 مليار دينار عراقي، لكن نتوقع تعاون وتنسيق ما بين السلطة التشريعية والرقابية، البرلمان والحكومة في قضية مكافحة الفساد، وإلى أي درجة ممكن سيادة النائب إن وجد هذا التعاون سيكون مهم في القضاء ومحاربة الفساد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولضيوفك الكرام جميع المشاهدين. حياكم.
يعني ابتداء احنا كأعضاء مجلس النواب ودورنا الرقابي والتشريعي ندعم ونؤيد كل الجهود التي تسعى إلى مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتطبيق القانون. حقيقة نتحدث بصراحة موضوع سرقة الأمانات الضريبية عند اكتشافه قبل أشهر كان ابتداء تم اكتشافه من قبل وزير النفط المكلف أحسان عبد الجبار، فكان باتجاه أن جاء ليصرف الأمانات التابعة للشركات، الشركات أصدقاء الوزير. نعم. فأجل للأمانات الضريبية راد يصرف، لقى الحرامية اللي قبله سارقها. فهذا أصل الموضوع وبدأ ينتشر، فكانت أصل الموضوع كان صراع بين سراق المال العام. طيب. ولكن كان النتيجة هي بها فائدة لمصالح الشعب العراقي، كشفت القضية وبدأت التداعيات وبدأ العمل. فكان أصل الموضوع هو خلاف بين سراق المال العام، وأصل القضية تماما هو عدم التزام المصارف، لا سيما مصرف الرافدين ومصرف الرشيد وباقي المصارف، عدم التزام بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وعدم تنفيذ نظام الإبلاغ الإلكتروني. طيب. الذي وجه به البنك المركزي والذي تضمن أن جميع المصارف الحكومية والأهلية أن تنفذ النظام وترتبط مع مكتب مكافحة غسيل الأموال الذي يراقب حركة الأموال، أي مبلغ أعلى من 15 مليون يؤشر في النظام ويبدأ العمل على هذا الموضوع. لحد هذه اللحظة لدينا قوائم عدد 2 اللي تضمن 28 مصرف و26 مصرف حكومي وأهلي يرفضون التطبيق الحكومة الإلكترونية والأرشفة ونظام الأبلاغ الإلكتروني، فبالتالي هم لحد الآن شركاء لحد هذه اللحظة بتهريب طيب الأموال. بالمقابل سيادة النائب، هناك أموال كبيرة سرقت، الكثير منها يمكن هرب خارج العراق، أكو جهود حكومية لاسترجاع هذه الأموال. نعم. لكن تعتقدون سيادة النائب أن هناك أولوية بتعاون السلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية من أجل استعادة هذه الأموال كخطوة أولى للقضاء على الفساد؟ طبعا خطوة بالاتجاه استرجاع الأموال، ولكن أود يعني أعطيك المعلومات أن المبلغ 200 مليار موجود في مصرف الود التابع لنور زهير، مصرف الود فرع 14 رمضان، الأموال موجودة 200 مليار كانت. نعم. السيد السوداني على 180 مليار و20 مليار مفقودة، فأصل المبلغ موجود هو في مصرف الود 200 مليار. طيب، كان عندك هذه المعلومة ذكرتها بتغريدة يمكن على الفيسبوك سيادة النائب، 200 مليار كانت في مصرف الود فرع 14 رمضان، تم التحرز عليها قبل 3 أيام يمكن أو بعد 3 أيام من إلقاء القبض. نعم. على نور زهير. هذه الأموال كانت جزء من هذه 200 مليار، أما كما أكد السوداني بأن هذه الأموال المسترجعة 182 مليار دينار هي الأموال المصروفة بصكوك من الأموال الضريبية. نعم، هي جزء من 250 صك تم صرفه قبل أكثر من سنة. نعم. من قبل المتهمين نور والجماعة الآخرين المتورطين في تأسيس شركات وهمية وعمل وكالات مزورة والتنسيق مع الفاسدين في مصرف الرافدين والهيئة العامة للضرائب وباقي الدوائر الأخرى. طيب، دعنا أيضا ننتقل إليكم سيد سعيد، أهلا بك مرة ثانية. وأود أن أسألك، أن رئيس الوزراء ركز على
أهمية وضرورة استعادة الأموال المنهوبة، هل هي أولوية في عملية مكافحة الفساد سيد سعيد؟ تحية لك ولضيوفك الكرام ولجمهور المتابع. الحقيقة يعني وفق المعايير الدولية والممارسات الفضلة هنالك جنبتين. الجنبة الأولى اتخاذ تدابير وقائية لمنع الفساد أو احتواء الفساد والتقليل منها. الجنبة الثانية الاسترداد، والاسترداد بشقين، استرداد المطلوبين واسترداد الأموال والموجودات المنهوبة. حقيقة يعني ضمن البرنامج الحكومي وضع موضوع استرداد الأموال ضمن الأولويات القصوى، وهذه حقيقة مؤشر إيجابي للسلطة التنفيذية وعلى البرنامج الحكومي، ونبقى احنا نراقب الأداء العام في الأشهر القادمة من أجل أن نستشف الدروس من المجريات الآن. سيدي الكريم، نظام النزاهة الوطني يعتمد على تعدد الأدوار وتوزيع الأدوار. طيب، تعدد الأدوار وتوزيعها بمعنى هنالك منظومة إدارة حكم، وهي السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، بالإضافة للجهات الرقابية كما أنتم في الإعلام والمجتمع المدني المتخصص والتعاون الدولي وشركات القطاع الخاص. هذا الجانب. البيئة التشريعية حقيقة نحتاج إلى دعم السلطة التنفيذية في تشريع قوانين مهمة جدا، ومنها تجريم الأفعال، الحد من استغلال النفوذ السياسي، الواجهة السياسية، يعني الهيئات الاقتصادية وما شابه، بالإضافة إلى عدم زج غير الكفاءة والنزاهة والخبرة في الوظيفة العامة بالضغط من خلال المحاصصة وما شابه. طيب، والسلطة التنفيذية دورها أن تنفذ برنامجها وتقدم التشريعات اللازمة، وعدها إدارة مالية وعدها معايير للتوظيف. السلطة التنفيذية سيد سعيد إذا تسمح لي، شكلت الهيئة العليا للقضاء على الفساد، لكن هذه الهيئة التي شكلت مؤخرا، أكو قبلها أيضا هيئة النزاهة وغيرها من الأجهزة الرقابية الأخرى، هل هي كافية لمساعدة الحكومة والبرلمان بالقضاء على الفساد؟ كجهة قطاعية هيئة النزاهة شكلت، سمتها هيئة، هي لجنة من ثلاثة مدراء عامين ويرأسها القاضي رئيس هيئة النزاهة لمتابعة التحقيقات وفرزها واستكمالها وإجراء اللازم مع القضاء والادعاء العام، بالإضافة إلى مع جهاز إنفاذ القانون. وبالمقابل السلطة التنفيذية شكلت هيئة أسمتها هيئة إسناد هيئة النزاهة اللي تم تشكيلها، وهذا الفريق هو واجبها إنفاذ القانون لاستقدام وإلقاء القبض على من يرفض أن يسلم نفسه ويكون يعني يمتثل لتحقيقات هيئة النزاهة بما فيها القضاء أيضا. إنفاذ القانون، وهذا موضوع مهم، بالإضافة إلى تعطيل كثير من التحقيق الإداري، من الممكن هذه الجهة الساندة أو الهيئة الساندة برئاسة الفريق الأستاذ عبد الكريم حقيقة عبد فاضل أن يقود هذه مجموعة التحقيقات الإدارية، وهي ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، يعني رئيس مجلس الوزراء بهذه التشكيلة. طيب، عموما احنا عندنا ما هي الأولويات وما هي الإجراءات والأساليب والأدوات اللي ممكن استخدامها. نرجع الأولويات عذر المقاطعة سيد سعيد، نرجع الأولويات نتحدث بتفصيل أكثر، لكن دعني أنتقل إلى السيد واثق الجابري. أهلا بك سيد واثق مرة أخرى، وودنا نتحدث عن معركة الفساد. الحكومة بحاجة إلى جهود كبيرة وبحاجة إلى دعم سياسي، إضافة للخطوات اللي تحدث بها السادة الضيوف الكرام. الدعم السياسي إلى أي درجة، يعني حديث السوداني وإجراءاته إلى أي درجة نبعت من مصدر قوة دعم سياسي الذي هي خصوصا قدمه الإطار، باعتبار محاربة الفساد جاءت من أولى أولويات برنامجه، إلى أي درجة سيسهم ويكون مصدر قوة للحكومة الحالية في مكافحة الفساد كأولوية؟ طبعا
طيب عذرا سيد واثق، يبدو ان هناك خلل بالصوت، اعد لك بعد قليل. سياده النائب اعد لك مره اخرى، قضيه التعاون الدولي كما ذكر سيد سعيد، نحن بحاجه الى استعاده الاموال المنهوبه المهربه خصوصا خارج العراق وكذلك المطلوبين. السوداني ذكر ان تعاون الدول مع العراق في اعاده الاموال المنهوبه ستكون معيار لتعامل العراق وتعامل العراق وعلاقاته الدولية، لكن هل يمكن سيادة النائب التعويل على تعاون دولي حقيقي مع العراق ودعمه بمحاربة الفساد؟ نعم، طبعا هنا العراق هو شريك وانضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في القانون رقم 35 لسنة 2007، انضم العراق إلى اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، وحقق الاتفاقية فيها مواد كثيرة يستطيع العراق الاستفادة منها وعن طريق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتنفيذ الاتفاقيات الأخرى. نعم. حقيقة الآن البنك المركزي هناك تعاون بين الأمم المتحدة وكذلك البنك المركزي لتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015. وحقيقة الآن البنك المركزي يسعى إلى تنفيذ نظام الإبلاغ الإلكتروني. نعم. استنادا للماده 2 من قانون مكافحه غسيل الاموال، الى انه يعني الملاحظ انه اكثر المصارف المتمرده، يعني الان تحدثت عن التعاون الدولي. احنا الان خنصفي الفساد في داخل العراق. الان المصرف الرشيد ومصرف الرافدين اكبر مصارف متهمه بالفساد. الان تقرير امامي من البنك المركزي يشير الى ان المصارف الحكوميه، المصرف الصناعي ومصرف الرشيد والزراعي والرافدين والنهرين وكلها مصارف حكوميه اضافه المصارف الاهليه لم تنفذ قانون مكافحه غسيل الاموال ولم تنفذ نظام الابلاغ الالكتروني. طيب. لحد هذه اللحظه اليوم وردنا تقرير ان هذه المصارف العراق الحكوميه والاهليه لم تنفذ القانون. وهناك يبدو ان هناك اجراءات ما بعد كل هذه الخطوات التي قامت فيها الحكومه. سياده النائب اذا تسمح لي اعود مره اخرى، ومن ثم يستفاد من الاتفاقيات الدوليه. طيب دعني اعود مره اخرى الى سيد واثق، نعتذر عن الخلل بالصوت سيد واثق، واود ان تحدثنا عن اهميه الدعم السياسي لهذه الحكومه بحربها بمكافحه الفساد، يعني قوه اجراءات السوداني وحديثه، هل نبع من دعم الاطار الشيعي كاولويه بمحاربه الفساد لانجاح هذه الحكومه التي انبثقت من هذا الاطار اولا؟ نعم، يعني هو رئيس الوزراء لوحده لا يستطيع ان يتحرك، بالتالي يحتاج الى يعني اولا مسانده برلمانيه، مسانده من القوى السياسيه، الكل يتحدث عن محاربه الفساد واضرار الفساد وخطورته على الوضع العراقي وكم الاموال التي تنهب، يعني بشكل كانما هنالك عصابات تتحرك بشكل منظم ولها قوه وسلطه، والبعض حتى يتخوف من هذه العصابات ويقول ان مافيات الفساد هي اقوى من الدوله او لها سلطه وقابليه على يعني الافلات من القانون واتباع طرق الابتزاز وتستند او تحتمي بقوه سياسيه. نعم، يعني رئيس الوزراء اليوم يعني حتى دور بعض النواب ومن ضمنهم النائب الضيف يعني كان لهم دور كبير بكشف الفاسدين وبالذات يعني في قضية سرقة القرن، هم كان لهم متابعات وملاحظات وهي التي أرشدت حتى على إلقاء القبض على المجرم الهارب. لكن اليوم الشعب العراقي أكيد هو تواق لسماع كثير من الأخبار، يريد جدية بهذه الخطوات.
تفاعل القوى السياسيه لحد الان، البرلمان اكيد هو فاعل نعم. لحد الان يعني بالذات يعني بعد الجلسات الاخيره. طيب نعم، اذا تسمح لي، الى اي درجه سيستمر دعم الاطار الشيعي للحكومه؟ ومن المتوقع ان تواجه هذه الجهود الحكوميه بمكافحه الفساد ان تواجه ضغوط من جهه سياسيه اخرى لثنيها عن مكافحه الفساد، ام الاطار مصر على تحقيق ما جاء ببرنامجه؟ نعم، يعني هو اليوم امام مسؤوليه كبرى طبعا، اكيد باعتباره يمثل الكتله الاكبر ويملك عدد كبير من النواب، وبالتالي هذه يعني المسؤوليه يعني من عدد النواب يمكن من خلالها متابعه القضايا، الرقابه، تفعيل التشريعات، استجواب واقاله ومحاسبه كل المسؤولين العراقيين ومتابعه الملفات الكبيره. نعم. يعني هذه الملفات ربما احنا اليوم نتحدث يعني عن قضيه واحده في مؤسسه واحده، اذا كم هي الاموال المنهوبه وكم واين تشعب الفساد؟ انا اعتقد تهويل الفاسدين وقدرتهم اعتقد هذا غير صحيح، يعني حتى من بعض السياسيين اعتقد انهم ليسوا بتلك القوه وانهم جبناء يهربون، لكن البعض يتحدث عن وجود قوه فعلا لهؤلاء الفاسدين خصوصا اللي تابعين الى جهات سياسيه اخرى او بمناصب كبيره، كما اكو تاكيدات من جهات حكوميه رسميه. دعني انتقل مره اخرى الى سيد سعيد، بالنسبه للشفافية التي تحدث بها السوداني وكل خطوات اللي قام بها، هذه الشفافية بالتعامل مع قضية الفساد هل ستكون مفيدة بكشف عمليات الفساد والفاسدين ومهما كانت مناصبهم؟ أحسنت. الحقيقة مورد الشفافية من أهم الأدوات من أجل كسب وإعادة ثقة الجمهور بالنظام السياسي الكل، يعني مو فقط في الحكومة، يعني بالنظام الديمقراطي البرلماني القائم حاليا، لأن الشفافية وحرية تداول المعلومات ما عدا المقيدة وفق المعايير الدولية، وهذا ما يتم إلا بتشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات حتى نقدر يكون هذا الإطار القانوني ينطي حرية تداول المعلومات، بالإضافة إلى هنالك معلومات واجبة النشر، أي أن الحكومة والسلطات وجميع الجهات الرسمية تنشر المعلومات لتنوير الرأي العام ولإتاحة الفرصة للصحافة من أجل صناعة رأي عام مناهض للفساد وإرشاد الرأي العام وقيادة الرأي العام من أجل تعزيز النظام مكافحة الفساد من خلال الصحافة الاستقصائية أو الحوار المباشر أو نقل المعلومات بوسائل الإعلام. ولذلك عملية الشفافية حقيقة هي وصفة لنظام نزيه، فلنتحمل ثقل الشفافية، ولكن بالنتيجة سيكسب منظومة سياسية، منظومة إدارة الحكم تكسب ثقة الجمهور. طيب دعنا نختتم الملف بسؤال أخير لسيادة النائب هادي. سيادة النائب، السوداني كما يعني معروف خلف دعم سياسي خصوصا من الإطار الشيعي لخوض هذه الحرب الضروس ضد الفساد، لكن هل هذا سيحث الحكومة سيد هادي على كشف الفاسدين ومن ضمنهم المتورطين بمناصب مهمة بالحكومة السابقة سيادة النائب؟ عفوا بس عادت السؤال لطفاً. سألتك أنه السوداني حاليا عند دعم سياسي كبير يمكن أكبر من رؤساء الوزراء السابقين خصوصا من الإطار الشيعي اللي هو تعود هذه الحكومة إلى جهوده وانبثقت من هذا الإطار الشيعي، لكن هل سيساعد هذا الدعم على خوض الحكومة هذه الحرب ضد الفساد والفاسدين ويحث الحكومة أيضا على كشف الفاسدين والمتورطين وإن كانوا بمناصب مهمة في الحكومة السابقة؟ طبعا هناك يعني هناك اغلب الكتل السياسيه جميعها اشتركت في الحكومه واتفقت على انتخاب السيد رئيس مجلس الوزراء وكذلك الكابينه الوزاريه، وحقا هناك يعني الامور مهيئه للسيد رئيس مجلس الوزراء يعني القيام يعني باجراءات فعاله للحد من الفساد، وكانت هناك اجراءات جيده بالقاء القبض على شبكات تهريب النفط في العراق في الشمال والجنوب، وهي خطوه بالاتجاه الصحيح. نعم. وكذلك موضوع المتابعه استرداد الاموال، وهي خطوه كلها جميعها خطوات في الاتجاه الصحيح. طيب.
أرجو أن تبقى معنا سيادة النائب، شكر جزيل كذلك لعضو مجلس مكافحة الفساد الأسبق السيد سعيد ياسين، شكرا لكم سيد سعيد، وكذلك الشكر لرئيس مركز كتاب العراق السيد واثق الجابري، كنتم ضيوف كرام، ومعكم سيادة النائب ومشاهدينا الكرام، ننتقل إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب مرة ثانية بعضو لجنة النزاهة النيابية سيادة النائب هادي السلامي بالصوت والصورة من النجف الأشرف، أهلا بكم مرة أخرى سيادة النائب، وأيضا الترحيب بالنائب عن تيار الحكمة السيد علي البنداوي، أهلا بكم سيادة النائب مباشرة من بغداد. وأعود لك مرة أخرى سيادة النائب هادي السلامي، نود أن نتحدث عن قضية المحافظين، هل نتوقع أن تشهد البلاد أزمة سياسية جديدة مع عودة هذا الموضوع إلى الواجهة؟ تحياتي. ابتداء البرنامج الحكومي الذي طرحه السوداني تضمن التغييرات في الوحدات الإدارية في المحافظات باتجاه تغيير الأشخاص المقصرين، وقام بتشكيل لجنة لتقييم عمل المحافظين واستبدالهم، وفي الأخير هناك فكرة أن يرسل موضوع تغيير المحافظين إلى مجلس النواب، على أن يقوم مجلس النواب بتغيير المحافظين، ذلك بسبب عدم وجود مجالس المحافظات. نعم. طيب سيادة النائب، لكن تغيير قضية المحافظين، خطوات من قبل السوداني، إلى أي درجة ضرورة هناك ضرورة لتغيير المحافظين في الاتجاه الصحيح؟ سيادة النائب، إلى أي درجة هناك ضرورة لتغيير المحافظين؟ هذا التغيير ممكن أن يشمل كل المحافظين لو فقط المقصرين منهم؟ والله أغلب المحافظين مضى على انتهاء دورتهم أكثر من 3 سنوات أو 4 سنوات، واستمرار المحافظين في أماكنهم سبب أزمات كثيرة، لا سيما الفساد المالي والإداري والترهل وسوء الخدمات. بما أن هناك تغيير وهناك رئيس وزراء جديد يريد أن يعمل وفق رؤيته الجديدة، وفق محافظين أدوات تنفيذية باعتبار الحكومة المحلية جزء هي من الحكومة المركزية أو امتداد للحكومة المركزية، فيحتاج إلى أدوات تنفيذية في المحافظات تعمل بالتنسيق وبشكل متوازي يتلائم ويتطابق مع عمل الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات. طيب تعرف أنه هناك عندنا خطة التنمية الوطنية المعدة من قبل وزارة التخطيط والبرنامج الحكومي، هذا يحتاج تنسيق بين المحافظات والحكومات المحلية والحكومة المركزية لتنفيذ خطة التنمية الوطنية وتطوير المحافظات. طيب مشاكل كثيرة في الأقضية والنواحي، مشاكل كثيرة في كل واغلب المحافظات العراقية، يمكن نتحدث عنها من اغلب المحافظين طيب، لكن هناك اشكالية ايضا نتحدث معكم سيادة النائب علي البنداوي، اهلا بك مرة ثانية، واشكالية تثار حول موضوع المحافظين ان الوضع القانوني لبعض المحافظين
غير قانوني باعتبار أن تكليفهم بهذا المنصب جرى في حكومة تصريف الأعمال، لكن رئيس الوزراء الحالي كيف وضعهم القانوني؟ لكن لماذا تجددت هذه المطالب مرة أخرى؟ وحتى تكليف الوضع القانوني لبعض المحافظين النجف مثلا وذي قار كان لدواعي ضغوطات سياسية، لدواعي خدمية، لو كان هناك كسب ود بعض الجهات السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمتابعيك الكرام وللضيف الكريم. حقيقة موضوع السادة المحافظين السيد رئيس الوزراء ضمن برنامج الحكومي يعني ألزم نفسه وحكومته بتقييم عام لأداء كل الدرجات الخاصة بما فيهم المحافظين والمدراء العامون والوكلاء والوزراء، وهذه الفترة هي من 3 أشهر إلى 6 أشهر. فأعتقد يعني هناك فترة اللي هي 6 أشهر لغرض تقييم أداء المحافظين بصورة عامة. طبعا المحافظ يعتبر هو الحكومة المحلية المباشرة في كل محافظة وعليه واجبات يفترض أن يؤديها. ونعتقد أن المصدر الحقيقي لتقييم المحافظين هو عملهم، لا يتم التعامل معهم على أساس سياسي، ويفترض أن يتم التعامل مع السادة المحافظين وفق ما يقدمون من إنجازات وخدمة لمحافظاتهم. خلال فترة حكومة السيد الكاظم أعتقد هنالك كانت يعني ارتكب بعض الأخطاء الغير دستورية، من مثل تعيين بعض المحافظين وعزل بعض المحافظين ووكلاء المحافظات على اعتبار يعني حكومة تصريف الأعمال ليس من مهامها يعني تثبيت محافظين أو نقل أو إبعاد محافظين. طيب لذلك تقول يعني سيد محمد شاع السوداني خلال فترة 6 أشهر نعم سيتم هنالك تقييم السادة المحافظين لإنجازاتهم. إذن خطوة تغيير المحافظين قد تكون قرار محتمل وقريب جدا، لكن هل نتوقع حكومات محلية تكون قادرة على التعاون والانسجام مع الحكومة المركزية؟ وهذه الجزئية تحديدا ربما غير متواجدة في بعض المحافظين الحاليين. طبعا السادة المحافظين في هذه يعني الحكومة اعتقد راح الامر يختلف كما كان في الحكومات السابقة. لدينا وفرة مالية كثيرة واعتقد صلاحيات كبيرة يعني راح تكون لدى السادة المحافظين، واموال كثيرة، مشاريع كثيرة راح يعني يتم المباشرة فيها، وهنالك يعني دعم حقيقي شعبي ودعم نيابي ودعم سياسي لخطوات الحكومة. يفترض على السادة المحافظين استثمار هذا الدعم من أجل يعني انتعاش محافظاتهم وتقديم أفضل الخدمات لمحافظتهم ولجمهورهم الكبير. نعم. طيب بعد لك سيد هادي، هل يمكن إخراج ورقة تغيير المحافظين من كونها وسيلة وورقة للضغط السياسي تستعمل ما بين الكتل السياسية على اعتبار أنها نتيجة طبيعية لإعادة تقييم المحافظين ومستوى الخدمات التي يقدمونها لمحافظاتهم؟ لا يعني بصورة اعتيادية يعني ما فترة طويلة وقسم المحافظين تم تكليفهم بصورة يعني بصورة يعني لم تحقق مصالح الشعب العراقي ب... نعم على اساس تسويات سياسيه من وزراء وليس من على اساس المهنيه والحرفيه الغاء القرارات التي صدرت في ايام والتصريف الاعمال يبدو ان هناك خلل بالاتصال مع سياده النائب هادي السلامي. اعود لك بذات السؤال سيد علي البنداوي، يمكن إخراج هذه الورقة
التي استعملت طيلة الدورات الماضية كورقة سياسية ضاغطة، على اعتبار أن قضية المحافظين نتيجة طبيعية بتغييرهم لعادة المحافظين وتغييرهم وتقييمهم وحسب المستوى أو مستوى الخدمات التي يقدمونها لمحافظاتهم. يعني أعتقد الأمر مختلف يعني في الوقت الحاضر، على اعتبار يعني الحكومة هي حكومة تقديم خدمة، ليست حكومة خلق أزمات. ويعني حسب الاتفاق مع السيد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هنالك تقييم مهني لعمل المحافظين، وأن لا تستخدم هذه الورقة كضغط سياسي. أعتقد كانت هناك يعني أحاديث يعني تعبر عن وجهة نظر يعني. طيب سيادة النائب، بعض الجهات السياسية ربما لن ترضى، إذا تسمح لي سيادة النائب، بعض الجهات السياسية ما راح تقبل على قضية تغيير المحافظ اللي تابع لها في هذه الحالة. الإطار التنسيق الشيعي راح يدعم حكومة السوداني من أجل حثهم على تغيير المحافظين، خصوصا أن أولوية الإطار كانت أولوية خدمات، برنامج خدمات انعكس على أداء الحكومة، بالتالي تغيير المحافظين من أجل تطبيق هذه الأولوية. يعني أعتقد التوازن السياسي راح يكون حاضر حتى في حال يعني تغيير بعض المحافظين. على يعني أنا صوت جاي يرجع علي، ما أعرف. أكمل سيادة النائب، إحنا نسمعك إذا تقدر تواصل الحديث. أكو فد مشكلة عندنا بالصوت. طيب بينما يتم تأمين الاتصال والصوت مع السيد علي، أعود لك سيد هادي إذا تسمعني. بعض الجهات ربما لن ترضى على تغيير محافظيهم، وأيضا السيد النائب محمد الصيهود ذكر أن قضية تغيير المحافظين الذين مضى على توليهم للمنصب أكثر من 10 سنوات يعد أهم خطوات الإصلاح، فالمحافظات في وضع يرثى له من التردي بمستوى الخدمات. راح تكون هناك خلافات سياسية بهذا الموضوع؟ كضرورة ملحة يجب تغيير جميع المحافظين بسبب التقصير والإهمال الواضح وتردي الخدمات، وكذلك الفساد المالي والإداري والمحسوبية والمنسوبية. حقيقة المحافظات في وادي ورأس وزراء في وادي آخر، هناك مخالفات كثيرة وصدور أوامر مخالفة للقانون والتلاعب كثير واستغلال السلطة والكسب غير المشروع وتضارب المصالح. فأعتقد نجاح السيد رئيس مجلس الوزراء هو في أول خطوة بتغيير المحافظين، وحتى تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي. طيب في حال أنه لم تتمكن الحكومة من تغيير المحافظين، إذا أوصدت الأبواب أمام مشروع تغيير المحافظين، ربما يتم التعجيل في إجراء انتخابات لمجالس المحافظات لتدارك الوضع الخدمي السيء في أغلب المحافظات العراقية؟ حاليا لا يوجد ولم يصل أي شيء لمجلس النواب بخصوص انتخابات مجالس المحافظات. لم يصلنا اي شيء، ولا يوجد يعني بوادر يعني ارسال يعني التعديل من قبل مجلس الوزراء لحد الان. طيب اعود لك مره اخرى سياده النائب علي، برغم الدعم السياسي اللي يحظى به مشروع التغيير المحافظي، لكن الطريق اليه ربما ليس سهل كما يتوقع البعض، فهو يتداخل مع ايضا ازمه منصب محافظ كركوك وكذلك منصب محافظ صلاح الدين. هاتين المحافظتين او هذين المنصبين بهاتين المحافظتين هل سيثيران ازمه سياسيه في البرلمان؟ يعني اعتقد هذه المحافظتين يحتاج ان يعني ينحسم موضوع المحافظين فيها،
ويعني يفترض على الحكومات يعني المحلية حسم هذا الموضوع. وفيما يخص يعني باقي المحافظات اعتقد يعني وضعها كلها مستقر، وفي حال يعني اجراء انتخابات مجالس المحافظات اعتقد يعني راح يكون بوابة جديدة لانتخاب محافظين قادرين على إدارة محافظاتهم. وما اعتقد يعني الانتخابات راح تكون يعني عقبة كبيرة. البرنامج الحكومي اللي قدمه السيد محمد شاع السوداني اعتقد يعني كان فترة خلال سنة يقوم بانتخابات مجالس المحافظات، وهذا اعتقد يتوقف على قضية اخرى يعني اللي هي قضية تعديل القانون الانتخابي والتغيير كذلك يعني مفوضية الانتخابات. طيب قضية تغيير المحافظين سيد علي اذا تسمح لي، حرة نزيهة قادر الشعب العراقي على اختيار ممثليه. تغيير المحافظين بإرادة الحكومة ورئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني بدعم من الإطار الشيعي التنسيقي عازم على إعادة تقييم المحافظين وربما تغيير الأغلبية منهم، لكن هذا هل سيحقق التكاملية الحقيقية مع توجهات الحكومة المركزية وإصرارها على النجاح بالملف الخدمي؟ اعتقد يعني الواجب الرئيسي على الحكومه هو نجاحها، فيفترض يعني على السيد رئيس الحكومه وكذلك يعني بمسانده مجلس النواب واختيار ادواته اللي ممكن يعني ينجح بها وتقديم الخدمه لابناء الشعب العراقي. احنا حقيقه يعني بعض المحافظين لديهم نجاحات واضحه والبعض الاخر للاسف يعني لديه تلكؤ كبير. اليوم لو أخذنا يعني بعض المحافظات وقعها الخدمي سيء، وقعها الصحي سيء، لذلك أقول يعني لابد أن تكون هنالك يعني حقيقة تقييم حقيقي لأداء المحافظين وتغيير المحافظ المتلكئ والذي لا يستطيع تقديم خدمة والإبقاء على المحافظ الجيد الذي لديه خدمة ولديه إمكانية في إدارة محافظته. وأعتقد الإطار التنسيقي هو داعم في هذا التوجه. كل إحنا طبعا كنواب عن تحالف الإطار التنسيقي داعمين لتوجهات الحكومة باختيار الدرجات الخاصة ليس في المحافظين فقط بل حتى في على مستوى الوزارات والدوائر والهيئات، يعني من أجل النهوض بواقع البلد المتردي سفنا، يعني بلد مثل العراق بهذه الإمكانية البشرية والمادية يعني نلاحظ من سيء إلى أسوأ. لذلك أقول نحن داعمين مع توجه السيد رئيس الحكومة لاختيار يعني سواء المحافظين أو وزراء أو مدراء أو نواحي أو أقضية هم على قدر المسؤولية، كل إحنا إن شاء الله داعمين في هذا الاتجاه. الشكر جزيل لكم نائب علي البنداوي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك سيادة النائب، وكذلك شكر لكم سيادة النائب هادي السلامي، كنت ضيفا كريما علينا في الحصادة. شكرا جزيلا لكما، وكذلك الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصادنا.